اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تيك توك لا يوجد مشاهدة. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم، بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.